بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 83 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو لجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيك. هذا السائل سوداني ألف ألف يقول: بعض الناس يدعون محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن ما يقوم به من عمل يخالف هذه المحبة، فكيف تكون المحبة الخالصة للرسول صلى الله عليه وسلم وفق ما أمر الله به والرسول أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تأتي في المنزلة الثانية بعد محبة الله عز وجل، وهي فرض على كل مسلم. محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة صحابة الرسول ومحبة الصالحين عموما. الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. في الحديث الآخر: لن يجد عبد طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ومن كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم صادقا فإنه يتبعه فيما أمر، يجتنب ما نهى عنه، ولا يتعبد لله إلا بشيء شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى شهادة لا إله إلا الله عبادة الله وحده لا شريك له، ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. أما الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه يعصي، يقع في بعض المعاصي والمخالفات التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا محبته ناقصة، تكون محبته للرسول صلى الله عليه وسلم ناقصة بقدر ما يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة الأخ السوداني ألف ألف يقول: أيضا ما حكم البناء على القبور، وهل ورد أن القبور يبنى عليها؟ البناء على القبور حرام، وهو وسيلة إلى الشرك والغلو في القبور. قد لعن صلى الله عليه وسلم الذين يبنون على القبور، وذلك في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وأخبر أن من يفعل ذلك أنهم شرار الخلق عند الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لعنة الله، قاله وهو في سياق الموت، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. لا تجوز الصلاة عند القبور، ولا يجوز البناء عليها ولا رفعها. قد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا، لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني هدمته. هذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة السائلة فضيلة الشيخ شهاب ألف ألف يقول: أسأل عن ما معنى التوسل، وهل هناك توسل جائز وتوسل ممنوع؟ التوسل هو التقرب، والوسيلة هي ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بطاعته سبحانه وعبادته. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي تقربوا إليه بطاعته. سميت الطاعة وسيلة لأنها تقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذا هو التوسل، التوسل إلى الله بطاعته. كذلك توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، لأن تدعوه
أسمائه وصفاته. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ادعوه بها، أي قولوا: يا الله، يا رحمن ارحمنا، يا رزاق ارزقنا، إلى غير ذلك. فيتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته عند الدعاء، وكذلك يتوسل إلى الله كما سبق بالأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل عادل يقول: فضيلة الشيخ، ماذا يدخل في حديث من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ ما هي الأعمال الصالحة التي تدخل في هذه السنة؟ لا يجوز للإنسان أن يحدث شيئا ما من العبادات لم يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول هذه سنة حسنة. بل معنى من سن في الإسلام سنة حسنة يعني أحيا سنة تركها الناس وغفلوا عنها، هذا هو الذي يكون سن في الإسلام سنة حسنة، يعني أحيا سنة غفل عنها الناس وتركوها. سبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة على المحتاجين، على محتاجين عنده وفدوا إليه، فحث الصحابة على الصدقة عليهم، فبادر الصحابة كل يأتي بما تيسر. وجاء رجل معه صرة من الذهب قد عجزت يده عنها أو كادت أن تعجز عنها، فوضعها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. تتابع الصحابة للصدقة لما رأوه، فكان قدوة لهم. فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، كما أن من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. وأما من يبتدع عبادة لم يشرع الرسول صلى الله عليه وسلم ويحتج بهذا الحديث، هذا مخطئ، هذا استدلال فاسد. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المحدثات وعن البدع، قال عليه الصلاة والسلام: فإن شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فلا يجوز أن الإنسان يبتكر عبادة أو يبتكرها له غيره ويقول هذه سنة حسنة أو بدعة حسنة. الآن يقولون هذه بدعة حسنة، فيقسمون البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة، وهذا خلاف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، إنه قال: كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. فلا يجوز أن يحدث في الإسلام ما ليس منه حجة أن هذا عبادة وأنه يقرب إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن عمل بالبدعة ولو لم يحدثها هو وإنما أحدثها غيره، فإن عمله مردود عليه كالذي أحدثها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي فهو مردود عليه، لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل ألف ألف أرسل بمجموعة من الأسئلة، يقول: شخص دخل المسجد لصلاة العشاء ثم تذكر أنه لم يصلي المغرب، ماذا يعمل؟ عليه أن يصلي المغرب أولا، ثم يدخل فيما بقي من صلاة العشاء إن أدرك منها شيء. وإن دخل معهم بنية المغرب، وإذا قام الإمام للركعة الرابعة جلس هو للتشهد الأخير، ثم إن شاء سلم لنفسه وإن شاء انتظر الإمام وسلم معه، جاز ذلك. نعم. يقول: إذا فاتني فرض أو أكثر لنوم أو نسيان، فكيف أقضي الصلاة الفائتة؟ هل أصليها أولا ثم الصلاة الحاضرة أم العكس؟ نعم، تبدأ بالصلاة الفائتة إذا تذكرت أن عليك صلاة فائتة، إما أنك نسيتها أو نمت عنها، فإنك تصليها أولا ثم تصلي الصلاة الحاضرة، لأن الترتيب واجب. نعم. يقول: كثير أو البعض من الناس يصلون بثياب خفيفة تصف البشرة، ويلبسون تحت هذه الثياب سراويل قصيرة لا تتجاوز منتصف الفخذ، فيشاهد منتصف الفخذ من وراء ثوب، فما حكم صلاة هؤلاء؟ لا تصح صلاتهم، لأنهم غير ساترين لعوراته. الثوب الذي لا يستر العورة كونه شفافا يرى لون الجلد من ورائه، هذا وجوده كعدمه، ولا تصح الصلاة به. نعم. هذه الأخت السائلة تقول: المرأة، ما حكم لبس المرأة اللباس الذي فيه فتحات أمامية وجانبية وخلفية مما يكشف عن جزء من ساقها، وحجة هؤلاء النسوة بأنهن بين نساء وهذا لا بأس فيه؟
لا يجوز للمرأة أن تلبس اللباس غير الساتر كالشفاف أو المفتح، فلا تلبس هذا لا عند النساء ولا عند الرجال، لكن عند الرجال أشد، وعند النساء أيضا مطلوب منها أن تكون قدوة صالحة ولا تكون قدوة سيئة، أن النساء يقلدنها، فلا تبدي عند النساء إلا ما تبديه عند رجالها المحارم لها، لأن الله ذكر النساء مع المحارم من الرجال، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى أن قال أو نسائهن، كما لا تبدي عند أبيها أو عند ابنها أو عمها، لا تبدي إلا الأطراف، تبدي وجهها وشعر رأسها وتبدي قدميها وكفيها لا بأس، أما أن تبدي أكثر من ذلك فلا يجوز. نعم. هذه الأخت أيضا السائلة من أسئلتها تقول إذا صلت المرأة جاهلة بالنقاب أو القفاز هل تعيد الصلاة فيما مضى من صلواتها؟ لا يشترط للصلاة خلع النقاب ولا خلع القفاز، هذا في الإحرام، لا تلبس النقاب وهي محرمة ولا تلبس القفاز وهي محرمة، أما في الصلاة فلا مانع من ذلك، بل إن القفاز يستر كفيها. نعم. يسأل هذا السائل عن عقوبة الإسبال إذا قصد به الخيلاء، وعقوبة ذلك إذا لم يقصد به الخيلاء. كله محرم، الإسبال محرم وهما نزل عن الكعبين، ولكن إن قصد به الخيلاء زاد تحريمه اشتد إثمه، وإلا فكله محرم ما نزل عن الكعبين، قوله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. نعم. يقول السائل يا شيخ من صلى وتبين بعد الصلاة بأنه محدث حدث يوجب الغسل كيف يعمل؟ يجب عليه أن يغتسل وأن يعيد الصلاة لأن صلاته الأولى غير صحيحة. نعم. فقرته الثانية يقول حصل لي رعاف أثناء الصلاة وقد تبلل ثوبي بقطرات من الدم، فما الحكم في ذلك؟ الرعاف إذا كان يسيرا إنه لا يضر، أما إذا كان كثيرا نزف من أنفه دم كثير إنه ينتقض وضوءه، فعليه أن يعيد الصلاة. نعم. أيضا يسأل يا شيخ بالنسبة للصلاة فوق سطح الحمام، إذا كان سطح الحمام طاهرا فلا بأس بذلك، لأن البقعة طاهرة، مثل ما لو فرش على أرض نجسة وصلى صلاته صحيحة، لأنه وضع حائلا بين النجاسة. نعم. أخيرا يقول إذا تبين لي بأن انحرفت عن القبلة قليلا فهل أعيد الصلوات لأننا كنا في رحلة وقد انحرفنا عن القبلة شيئا بسيطا؟ الانحراف اليسير لا يضر لا في السفر ولا في الحضر، الانحراف اليسير لا يضر في الصلاة، لأن الواجب استقبال الجهة التي فيها الكعبة، ولا يلزم استقبال عين الكعبة، لأن هذا متعذر، يكفي استقبال الجهة التي فيها الكعبة، قال صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبل، الذي يرى الكعبة يجب عليه أن يصلي إليها إلى عينها، والذي لا يراها يصلي إلى الجهة التي فيها الكعبة ولو مال يسيرا، إنه معذور في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيك. هذا السائل أبو عبد الله يقول لي مجموعة من الأسئلة عن الصلوات، أولا يقول إذا جمع الإنسان الظهر والعصر فهل لكل واحد منهما إقامة، وهل للنوافل إقامة؟ النوافل ليس لها إقامة، وأما الفرائض فلها إقامة، فإذا جمع بين الصلاتين لعذر فإنه يقيم لكل واحدة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة وفي غيرها. نعم. يقول نسمع من بعض الناس بعد إقامتهم للصلاة قول أقامها الله وأدامها، فما حكم ذلك؟ هذا ورد لكنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فينبغي تركه. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما أفضل وقت أدى فيه الصلاة، هل هو أول الوقت هو الأفضل؟ نعم، أول الوقت هو الأفضل، إلا العشاء، تأخيرها إلى ثلث الليل إذا تيسر فهو أفضل، وأما ما عدا العشاء من الصلوات تقديمها في أول الوقت أفضل. نعم. يقول بالنسبة للأذان نحن عادة نخرج إلى البر مع زملائي، فما حكم الأذان في حق المسافرين شيخ؟ حق الأذان في حق المسافرين هو مشروع، لكن بعض العلماء يرى أنه سنة ولا يجب إلا في الحضر، والصحيح أنه واجب في السفر والحضر، بقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم أو أقرأكم، هذا عام في السفر وفي غيره. نعم. المنفرد الشيخ هل له يعني أذان وإقامة؟ أفضل كونه يؤذن ويقيم أفضل، للحديث الراعي الذي يرعى الغنم ويؤذن الجبل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يعجب من ذلك. نعم. ما رأيكم يقول السائل فضيلة
فضيلة الشيخ في من يستخدمون الأذان بالمسجل، هل يصح الأذان بالمسجل؟ لا، الأذان عبادة ولا يؤديها مسجل، لا يؤدي العبادة إلا المسلم مباشرة. نعم، جزاكم الله خير. هذا السائل أبو تمام يقول: ما الأثار المترتبة على الصلح بين الناس، ومن هو المؤهل للقيام بهذا العمل الخيري، وهل هم طلبة العلم أم العلماء؟ الله جل وعلا: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حل حراما أو حرم حلالا. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. المصلح الذي يصلح بين الناس له أجر عظيم، وهو صدقة أيضا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا خرجت وأصلحت بين اثنين تكون لك صدقة. والأحاديث والآيات في فضل الإصلاح بين الناس كثيرة، وهذا عمل جليل، ويقوم به الإنسان على حسب استطاعته ومقدرته. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل مصري مقيم بالدمام يقول: هل النية تكون في جميع العبادات، وما حكم التلفظ بها في هذه العبادات؟ لا تصح أي عبادة إلا بالنية، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من النية في جميع العبادات، ولا تصح عبادة بدون نية وقصد. نعم نعم. هل النية يقول في جميع والنية محلها القلب ولا يتلفظ بها، لأن التلفظ بالنية لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من ناحية. ومن ناحية أنك تعلم الله عز وجل بما في قلبك، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. قال تعالى: الذين قالوا آمنا، ألا تعلمون الله بدينكم، والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم. نعم، أحسن الله إليكم. من أسئلته يسأل عن صلاة الفريضة خلف المتنفل، هل يجوز ذلك؟ لا بأس بذلك، تجوز صلاة الفريضة خلف المتنفل على الصحيح، لأن معاذا رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي في قومه، فهي له نافلة ولهم فريضة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وأيضا في صلاة الخوف، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين وسلم بهم، ثم جاءت طائفة الأخرى فصلى بهم ركعتين وسلم بهم. الأولى تكون هي فريضته صلى الله عليه وسلم، والثانية تكون نافلة. نعم، وصلاة الفريضة يا شيخ صالح خلف المسبوق، ما الذي المأموم لا يكون، المأموم لا يكون إماما في أثناء الصلاة إلا من استخلفه الإمام، هذا مأموم، كيف يتحول إلى إمام وهو لم يستخلفه الإمام؟ نعم، أحسن الله إليكم. نختم هذا اللقاء بفقرته الأخيرة عن قضية إبعاد الصبية عن مكانهم في الصف الأول. الصبية إذا كانوا تصح صلاتهم يكونوا مميزين، فلا يجوز إبعادهم عن الصف الأول إذا سبقوا إليه، والمتأخر هو الذي قصر، فلا يجوز إبعادهم عن مكان سبقوا إليه، وهذا أيضا يحدث عندهم شيئا من الحقد أو في نفوسهم على من دفعهم وأخرهم، وأيضا ربما يحدث عندهم تساهلا في حضور إلى الصلاة وتأخرا عنها. نعم، شكر الله لكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وانتهى هذا اللقاء المبارك الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله للشيخ على ما بين، وشكرا لكم أنتم. وهذه تحية من زميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.